بعد ما تمكن من إيقاف العهد بالأسبوع الثاني وكان قريب من الانتصار، استضاف الراسينج على ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي فريق الشباب الغازية اللي عم بيقدم مستوى جيد. كتيبة رضا عنتر بدأت المباراة بالهجوم من أجل مواصلة التألق، ولكن الفرص ما تحولت لأهداف وما قدر أي فريق أنه يسجل بالآخر. بالشوط الثاني باغت الشباب الغازية مستضيفه وافتتح أهداف المباراة بتسديدة رامي فقيه بالدقيقة 49. فرحة الفريق الجنوبي ما دامت إلا 6 دقائق، ركلة حرة نفذها يوسف الحاج تخطت مدافعي الغازية وراحت مباشرة للشباك. وللمرة الثانية بالملاعب اللبنانية هالموسم عم يتعرض لاعب للإصابة وسط غياب للصليب الأحمر اللي وصل متأخر لإسعاف حسين السيد. ومع وصول المباراة للدقيقة الأخيرة احتسب الحكم ركلة جزاء للراسينج ثم تراجع عن قراره. ومن ذات الكرة اللي تحولت لركنية تمكن الراسينج من تسجيل هدف الانتصار برأس حسن القاضي.